السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ما بعد، إن أصدق الحديث كتاب الله، خير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بودي بهذا المقطع إن شاء الله اللايف المباشر أتكلم عن أركان الإسلام باختصار، ومثل ما قلت أنه ودي أنه يكون الكلام موجه للصغار، طيب، والكلام لكل المسلمين. الحمد لله. ودي أتكلم عن أركان الإسلام. أركان الإسلام كما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام ستة: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وتؤمن بالقدر خيره وشره. ببساطة شنو معنات كل ركن بدقائق قليلة؟ الركن الأول أن تؤمن بالله، يعني يجب أن نؤمن بأن الله سبحانه وتعالى هو الإله الحق الوحيد. في آلهة وايد آلهة فيه، زين، لكن الإله الحق هو الله واحد فقط لا شريك له. فيجب أن نفرد الله بالعبادة، يعني أنا لما أصلي أقصد وجه الله، أنا لما أصوم ليش صايم؟ مو عشان أوري أهلي ولا ربعي، لا، عشان الله يعطيني الأجر. لما أتصدق مو عشان أوري الناس أن ترى أنا كريم، لا، عشان أرضي الله سبحانه وتعالى. ويجب كذلك أن نؤمن بأن إنزال المطر وإن شروق الشمس وغروب الشمس وظهور القمر وغيرها من الأمور كلها بيد الله سبحانه وتعالى، والإنسان الذي يمرض والذي يشفى والإحياء والإماتة كلها بيد الله. وكذلك نؤمن بأسماء الله سبحانه وتعالى وصفاته الحسنى. الله عنده أسماء وعنده صفات لازم نؤمن بها، هذا معناته الإيمان بالله. إذن الشيء الرئيسي اللي هو الإخلاص لوجه الله، أن إحنا لما نعبد لما نؤدي العبادات المقصود وجه الله. شو مقصود وجه الله؟ أن أنا بالأجر من الله، وأنا أقصد الجنة في الآخرة. هذا الركن الأول. الركن الثاني وأن تؤمن بالملائكة. فالإيمان بالملائكة المقصود به الإيمان بأن هناك في عالم من الغيب، في عالم الشهادة وعالم الغيب. إحنا عالم الشهادة نشوف إحنا الناس، وكذلك حيوانات عالم الشهادة، عالم النباتات، زين، لكن عالم الجن وعالم الملائكة هذا يعتبر عالم الغيب. فلا بد أن نؤمن بهذا العالم الغيبي، إحنا ما نشوفهم لكن نؤمن بهم. ليش؟ لأن الله أخبرنا بهذا الأمر والنبي عليه الصلاة والسلام. فهؤلاء الملائكة من عالم الغيب، مخلوقون من نور، وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. طيب، ولهم صفات وظائف كثيرة يمكن بعدين نتكلم عنها بالتفصيل. فالمهم أنه إحنا يجب أن نؤمن بعالم الملائكة وأن هذا العالم موجود. الركن الثالث أن تؤمن بالكتب. فالله سبحانه وتعالى أنزل الكتب مع الرسل. في أشياء إحنا نعرفها، في كتب إحنا نعرفها، مثل شنو نعرف؟ التوراة والإنجيل والزبور وصحف إبراهيم وموسى والقرآن. فإحنا كمسلمين لازم نؤمن بهذه الكتب بأسمائها، ونؤمن بالكتب اللي ما نعرف أسمائها. في كتب نعرف، في كتب لكن ما نعرف، مثل في رسل ما نعرف أسمائهم، نؤمن بهم. طيب، لكن يجب أن نؤمن بأن الكتاب الصحيح الوحيد الحين اللي هو فقط القرآن، وأن الكتاب الذي يجب أن يتبع فقط القرآن. يعني واحد يقول والله لا أنا بمسك الإنجيل، واحد يقول أنا بمسك التوراة، يقول لا، لازم أن تمسك فقط القرآن، تتبع القرآن. هذا شيء. الشيء الثاني أن الكتب الثانية محرفة، التوراة والإنجيل محرفة. طيب، فالإنجيل اللي موجود الآن والتوراة الموجودة الآن هذه كلها محرفة، ليست كلام الله سبحانه وتعالى كاملا، لو كان فيها معلومات صحيحة لكن ليس الكل صحيح في هذه الكتب. فإحنا يجب أن نؤمن بهذه الكتب، زين، لكن الكتاب الصحيح الوحيد حاليا هو القرآن. والكتاب حتى لو كان التوراة الحين موجودة صحيحة والإنجيل موجودة صحيحة، ما يجوز نتبع إلا القرآن. والركن الرابع الرسل، يجب علينا نؤمن بجميع الرسل، موسى وعيسى ويحيى وزكريا، كل هؤلاء الرسل يجب أن نؤمن بهم، ويجب أن نحبهم، ويجب أن نحترمهم. ومع ذلك يجب أن نؤمن بأن النبي صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والرسل، وهو النبي الوحيد الذي يجب أن يتبع الآن كشرعة ومنهاج. طبعا كل الأنبياء والرسل نفس العقيدة، لكن الشرائع تختلف، يعني الفقه يختلف، طريقة الصلاة، طريقة الصيام، طريقة الزكاة تختلف، لكن العقيدة يعني الإيمان بالله كلهم واحد، نفس الإيمان. موسى يؤمن بأن الله هو واحد وهو المستحق لعباد لوحده، ونفس الشيء.
والجنة والنار نفس الشيء، يعني العقائد هذه ما تختلف. الركن الخامس الإيمان باليوم الآخر. طبعا هذا من أساسيات الخلاف بين محمد صلى الله عليه وسلم وكفار قريش، كان ما يؤمن بيوم الآخر، خلاص إذا الواحد مات ما في حياة بعدها، لا يجب أن نؤمن أن بعد الحياة هذه في حياة آخرة اليوم الآخر، وهذه الحياة لها نهاية، أما الحياة الآخرة سرمدية ما لها نهاية، ويجب أن نؤمن بالأشياء اللي تصير فيها، الميزان والصراط والقنطرة والحوض، وآخر شيء إما الجنة وإما إلى النار، فنسأل الله الجنة ونستعيد بالله من النار. فيجب أن نؤمن أن كل المسلمين نهايتهم الجنة، وإن عوقب من عوقب في النار، ويجب أن نؤمن أن كل الكفار يكونون في نار جهنم خالدين مخلدين فيها، وهذا ليس ظلما من الله بل هم يستحقون ذلك. والركن الأخير هو القضاء والقدر، فيجب أن نؤمن بأن كل شيء يحدث مكتوب، الكورونا هذه قامت تصير، والناس اللي ماتوا بكورونا، والناس اللي ماتوا بغير الكورونا، والتطعيمات والخسائر اللي صارت والأرباح اللي صارت، هذه كلها بقضاء الله وقدره. عاد ليش صارت بالشكل هذه؟ لا ما لنا شغل، ما نتدخل. ليش؟ لأن الحكمة من الله سبحانه، لأن الله الحكيم سبحانه وتعالى من أسماء الحكيم، فكل ما يدور في الكون لحكم كثيرة ما نعلم منها إلا ما قدر الله لنا، في أشياء نعلم في أشياء ما نعلمها. يعني على سبيل المثال واحد يقول يمكن الكفار أو في ضعف إيمان يقول ليش الله سبحانه وتعالى خلى الكورونا يصير والناس تخسر والناس تموت؟ زين إحنا ما نعلم ليش، وما يجوز نسأل الله ليش، لا يسألوا عما يفعلهم يفعلون. وطبعا هذا موضوع كبير، بس على سبيل المثال يمكن واحد معترض يعني سبحان الله في وقت الكورونا هذه السنة أو السنة وربع عدد الوفيات من الأطفال قل، سبحان الله عدد دخول الأطفال للمستشفيات قل، سبحان الله. فصح في ناس ماتت من الكورونا وفي ناس سبحان الله يعني قدر الله أنهم يعيشون، والسبب أنهم ما قام يدخلوا المستشفى وبسبب الكورونا الناس ما قام تختلط، فالحمد لله صارت فيروسات إصابة فيروسات أقل. يعني تقديم الرب العالمين، إحنا ما نعلم ما يعلمه الله، كما قال الله سبحانه وتعالى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. فهذا باختصار أركان الإيمان ستة، يعني بدنا أن إحنا نحرص أن نعلم عيالنا، أو ممكن تتورون هذا الفيديو حق عيالكم، عسى الله يحفظنا ويحفظ عيالنا وجميع المسلمين، ويحفظنا من هذا الوباء، يرفع عنا الوباء والغلاء. جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.